عليكم شباب، شوفوا شو اخباركم. معكم امير، واليوم راح نكمل معاكم الفلوق الثاني. انا وهذا يوسف جابا سلم على المتابعين. اليوم واليوم راح نروح للحرم للحضرون ورجعكم. جماعة صرنا قريبين من الحضرة وراح نصور ويا يوسف. راح اشتري شهادة شدات صاحبه الفلوس. يا شباب هنا صرنا قريبين من الحضرة، شلون نرجع لكم؟ عزاجل هنا، وعزاجل سيف الزاجل، ويوسف عزاجل راح الزاجل. يوسف يشتري شدات يا جماعة، أنا أعطيش حلاف 7000 وال 7000 جيب شدات. أوكي يا جماعة، ما بنطالع فلوس هناك. لا ما نشتري العاب محمد، لا راح نشتري هذا ناكل. ايش كذا معاه يا جماعه؟ يا بطيخ اشترى نسبري وايف سي، حاول اشترى شوكيز. بس ما نكمل يا يوسف، اقول لك يا هم راح تكون شنا هذا زاجل يا يوسف. ويدك الشكفيه ها يوسف، راح تشقف انشقف لو راح اضيع فلوسك على الشدات. لا شدات شد وين مست؟ مو شاحن، مو شاحن. ايوه ذا واحد يكفيك اي يوسف، واحد بس، واحد يكفيك. ايش هو ما رجال ما قال الشدات طفوا. اذا شوفون هاي النافوره مع المقطع القديم هسه صور يا عني يوسف. شكلها خرافي يا جماعة. يوسف راح تكون شنا عصفور؟ ها؟ هم راح تكون شنا الزاجل. يا ابو اشوف. حاجة عنده ورشدات يوسف. بس مشكلة ما جاني كشدات طبعا، يعني في شدات يم الحضرة. اوكي يا جماعة نشوف هذا عندنا ولا لا. من بعيد ما عنده ماكو. يا جماعة كان نفس العلاقة مالتنا هناك بالنافورة، وساعة رح نرجع لها علاقتنا سنجيبها ونرجع يوسف ان شاء الله. هذا محمد داطشت عليه العاب. انا محلك أما تبغى العب؟ يوسف خلينا نشرب ماي. شوف شباب، اشترينا انا محمد اشترى العاب هنا. وصلنا الاخير الطريق منا كليس، ما لقينا شدات ليوسف. يوسف شنو هاي الشدات ها؟ شنو مسافرنا امريكا وين راحت؟ ابتلينا ويا شدات. لا طب جوا صورة. ليش ما اطب جوا صورة ها؟ من قال لك عيب؟ يلا اوكي شفت يا شباب، شدات مو هينات. شوف ما رضى ينطيني 7300 شدة. اقول لك شنو اللي احسن لك؟ هو بخمس دولارات كم شدة ينطوك؟ ها؟ لا بخمس دولارات كم شدة؟ بس يا جماعة ترى هاي البوبج مو زينة، لا حد يحملها زين. هذا بس يوسف جاعت تعال محملها يريد يشتري. اوكي يا شباب يا جماعة طلع حظ يوسف ما لقى له شدات، بس لقى له شدات اسعار هنا بالغلا اكثر من 7000 حتى على مود 300 شدة. يا شباب لا حد يضيع فلوسه على هالشدات التافهه ويضيع وقته حتى يلقى له شدات. روح دور لك شيء مفيد اكثر يا جماعه. يوسف ليس ما لقى له شدات، واغلبهم قاليات اللي لقاهم. ف جي جي يا جماعه، هسه قاعد يشتري ورا محل محل ما لاقي له شدات. ف يا جماعه اللي يكون تعرفون الشدات هذني يعني تقريبا ما لهم فايده، بس انك تجيب بيهن بدلات وتشتري لك سلاح ما يفيد، اقصد سكين مال السلاح ما يفيدك،
ولا شيء. فاستثمر فلوسك بشيء يفيدك. معي يوسف راح يتركنا لهذا المشهد، راح يروح يجيب له كفر. يوسف هو على الكاميرا، يوسف راح يروح يجيب له كفر وما ادري ايش يسوي. سيتعدى الكفر بس ما عاجبه لونه.